أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء من قناة النبأ الأخبارية. جددت ميليشيات حفتر قصفها على المحور الغربي لمدينة بنغازي بحسب مصدر من مجلس الشورى. هذا وشنت طائرة تابعة لميليشيات حفتر غارات جوية على منطقة قنفوذة والقورجة وغير يونس في محاولة لاستهداف مواقع مجلس الشورى، ما زاد من حجم الدمار بالمنطقة دون تسجيل إصابات في صفوف المجلس بحسب المصدر. تعرض وزير الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغذي لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة أصيب على إثر اثنان من حراسه بحسب الصفحة الرسمية للبرغذي. الصفحة الرسمية للمهدي البرغذي أفادت بأن مجهولين استهدفوا موكب البرغذي بعد خروجه من مقر الكتيبة 204 دبابات بالقرب من جزيرة العرب الطبية وسط مدينة بنغازي. شنت طائرة حربية تابعة لميليشيات حفتر غارة جوية على منطقة سيدي عزيز في مدينة درنة دون وقوع خسائر بشرية بحسب مصادر محلية من المدينة. ومن جهتها قالت مجموعة عمليات عمر المختار التابعة لميليشيات حفتر أن القصف استهدف تجمعا لآليات تابعة لما وصفها بالجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز المتاخمة لمدينة درنة، إذ وكانت الضربة موفقة بحسب الصفحة الرسمية للمجموعة. رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أن يسر الاجتماع المرتقب للجنة الحوار الليبي التي ستعقد في تونس خلال اليومين القادمين عن نتائج وصفها بالمهمة. أوضح كوبلر بعد لقائه في القاهرة أن عددا من الأفكار طرحت، من بينها توسيع لجنة الحوار لتشمل ممثلي شرائح أخرى وتعديل تشكيلة المجلس الرئاسي المقترح ومراجعة بنود اتفاق الصخرات المغربية. هذا وكشف كوبلر في تصريحات له عن فشل لقائه بخليفة حفتر في القاهرة ومرجعا ذلك لرفض الأخير لهذا اللقاء. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في أمان الله.